بنت يا سامية، انت يا بنت اللي تشكي في قلبك يا بنت، تعالي افتحي الباب. يخرب بيتك على بيت قلة المزاج. طيب يا اختي انت ما تعرفش تقعد. مين؟ افتح يا ست نعيمة. مين على الباب؟ مروان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا خطوة عزيزة. عز مقدارك. اتفضل. ربنا يخليكي. اتفضل. يا دي النور يا دي النور. اهلا وسهلا نور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اصل انا كنت في اسكندرية في مشوار كده، قلت هاجي اطمن عليكي وبالمره اشوف اخوي. هو مش هنا؟ لا للاسف، اصل انا دخلته مدرسه داخلي خميس وجمعه يعني كده بس اللي بشوفه فيهم، انما انت كده يعني لو بت عندنا ان شاء الله بكره تشوفه وتاخده في حضنك. والله كان بودي، بس انا لازم اكون في البلد الصبح. يا خساره، يا خساره الفرصه اللي راحت. معلش نبقى نعوضها ان شاء الله. قولي لي يا ست نعيمه، انت يعني سبت البلد فاجئة كده من غير لائحه ولا دستور، ليه؟ ما سبتهاش ولا حاجة، بس أنا كنت هقعد فين؟ بيت بدري. صحيح بيت بدري. بيت جوزك. اللي أعرفه عنك إن أنت لا بتسيبي بيت جوزك ولا حقك. هو أنت جاي ليه؟ جاي أطمن عليكي. وأديك اطمنت. بقولك إيه يا أخويا؟ من ساعة ما جيت وأنا عمالة أرحب بيك وأهلا وسهلا وخطوة عزيزة، وأنت عمال تلف وتدور، ما تقولي كده أنت عايز إيه من الآخر؟ ماشي، هقول لكم من الآخر. ريمو عادل عايزين منك إيه؟ وقلت لهم إيه يا ست نعيمة؟ ده أنت بتراقبني بقى؟ كده أهو؟ بعين بكسة كده أهو؟ أنت كنت مرت أبوي وبعد كده مرات البدري صاحبي وحبيبي. اي نعم كان في مشاكل بينا لكن خلاص اتحلت. اصل انا لازم اطمن عليكي، اصل عادل ده ما يتضمنش. بقولك يا اخويا انا مش صغيره ومحدش له كلمه عليا، وكلمتي من دماغي وبكيفي، ومحدش يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. ويكون في علمك كمان انا قلت البدري جوزي على كل حاجه وهو قال لي انه هيتصرف. طالما قلت لي بدري يبقى انا كده براءة. قولي لي يا ست نعيمة، انت ناوية ترجعي البلد تاني تطلبي حقك في مراسي عبد الحكيم ولا لا؟ السلام عليكم.